مرحبا برج الدلو، اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهاية الشهر. هالقراءة راح تكون مقسمة الى قسمين. اول شيء عندنا بننظر الى المال والمشاريع، وبعدين نشوف القراءة العاطفية باسلوب المرايا مثل ما انتم طلبتوها. وهالقراءة العاطفية خصوصا ممكن تكون عكسية، وكمان تصلح للطالع والشمسي وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود بهذا البرج، برج الدلو. اوكي، اول شيء ننتقل الى جانب الاموال والحياه العمليه والبزنس. شوف شنو عندك يا برج الدلو، ولو ان طاقتك خلال شهر كانت جدا جميله. نوع من القلق، نوع من الخوف، ولكن هذا الخوف مو لك انت، مو موجه لك انت يا برج الدلو، هذا خوف الاخرين من انتصاراتك. عندنا هني ايس اوف سورد، السيف الاول. برج الدلو، انت في طاقه انا كنت حاستها من قبل، هذه الطاقة اللي وياك تبتدي من الحين، ما أدري ليش. فهني عندنا يا برج الدلو لا مزيد من الانتظار. حتى لو أنت حاولت تتأخر أي شيء عندك في حياتك العملية، لو كان في شيء متعسر عندك فترة طويلة ما تقدر، حتى لو أنت حاولت استخدام طاقتك الخاصة ما تقدر تأخره. العجلة راح تمشي لصالحك سواء رضيت أو لم ترضى. أوكي، في عندنا انتصارات كثيرة هني. اوكي، غيرة، هذه طاقة الغيرة، ان برج الدلو شلون حقق هذا الشيء في فترة قصيرة. استيقاظ العملاق النائم، شلون كان فترة طويلة ما عنده انجازات تذكر، ما حقق شيء، ما قدر يحصل. خلي نحددها اكثر دام ان عندنا هني قراءة البزنس والحياة العملية والاموال. برج الدلو، السيف الأول، يقول لي هني إن في خبر كبير، خبر كبير راح ينتشر في وسطك ويصل إلى مسامع الأشخاص اللي يغارون منك ويحسدونك، بخصوص تطور أيضا كبير في الحياة العملية، انتصار. الناس يبتدون يتعاملون معك في البزنس، سمعتك تبتدي توصل، يجلسون مع هذين الأشخاص اللي يغارون منك ويمدحونك. هني السمعة بعد، يمدحونك، يقولون كانت فرصة سعيدة لما سوينا بزنس معاك، وصلتنا الطلبية، وصلتنا الخدمة، وصلنا المنتج، وكان أفضل مما توقعنا. exceeding expectations هي هاي الطاقة. أول شيء أحس هني إن الانتصار يأتيك على حين غفلة، أنت كأنما حتى مو ناوي. دائما أقول افضل الاشياء تاتينا في الحياه لما ما نكون مخططين لها. هذه بالضبط الطاقه اللي قدامنا. انت على غفله، او انت حتى مشغول بشيء ثاني، همك اخر، همك هذا الموضوع، الانتصار الكبير، الانفراج الكبيره. اوكي، ان انت تصل الى مستوى عالمي محلي قوي في صنعتك، في تجارتك. اوكي، هذا النوع، ولكن هذا ما ياتي بدون غيره وقلق الأشخاص. ليش هني أشوف يمكن منافسين أو حتى حاسدين؟ هذين الناس للأمانة لازم أقول الكلمة مبتدين في المجال، مجال التجارة، مجال النجاح العملي قبلك، مشوا مشوار قبلك، يعني مشوا، خلنا نفرض مثلا مشوا 30 ميل، ولكن برج الدلو خلال شهرين، خلال آخر شهرين في السنة، عرفتوا طاقة السلحفاة والأرنب؟ نفرض ان القصة شوي نغيرها، الارنب ما اخذ الغرور لاخر مدى واستيقظ في اخر 5 دقائق من السباق. هذا الارنب اللي عندنا اللي راح يستيقظ، اوكي، في اخر 5 دقائق، في اخر سنتين، من في اخر شهرين من السنة، يستيقظ هني العملاق ويحقق شيء ما حققوا هذين الاشخاص اللي كانوا ذابحين نفسهم، مستهلكين طاقتهم طول السنة. هذا ريفلكشن، كأنما الكون قاعد يغششك، الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيك نوع من ال 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 الدفعة اللي راح تقدر تميزك. فارس الأكواب، هني برج الدلو تحاول جدا تكون متواضع. أوكي، تحاول انك تشكر الأشخاص اللي ساعدوك وما تنسى فضلهم. هذا من أطباع برج الدلو، إنه دائما هو برج الإنسانية، برج المجتمع، برج التواصل، برج الجميع، ينظر إلى جميع الأشخاص المعنيين،
ولكن هذه اللحظة خاصة فيك، وبقول لك ليش. هذه لحظة تكريمك في رح يأتيك إن شاء الله في الفترة القادمة. هذه القراءة نعم للأسبوعين القادمين، ولكن طاقة التارو مو لزمان محدد، فهني لحظة تكريم رسمية. أنت تعمل مع من؟ أي جهة رسمية؟ أي عمل خيري أنت قمت فيه؟ أي عمل حتى؟ ليش هني أنا أقول لك إنجازك صعب أن تحققه؟ لأن الأشخاص حققوه في 9 شهور، أنت على آخر 3 شهور، شهرين من السنة تحقق هذا، تصل إلى التارجت. إذا كان عندك هدف معين في المبيعات، هدف معين في الأموال، تأتيك رسالة شكر حتى من البنك نفسه اللي أنت تودع فيها أموالك، أوكي؟ رسالة شكر، رسالة اعتراف رسمية من جهة أيضا رسمية، من جهة لها وزنها. ولما أقول لها وزنها، نشوف هني 4 الخماسيات. هذا النوع من التكريم ما يحصل كل منها بدب. بعد شوف هني برج الدلو يحاول إنه يكون كيوت، يحاول إنه حتى في ابتسامته واستلام الجائزة والتكريم إنه ما يجرح مشاعر الآخرين، ولكن أنت ما تستطيع تتحكم بمشاعر الآخرين. مو شغلنا نتحكم مشاعرهم، أوكي؟ هذه لحظة التكريم اللي تأتيك من بعد هذا الإنجاز السريع. آخر كرت للحياة العملية. What's next؟ من القادم؟ غصنين، 2 فوانز، غصنين أسسناهم في الأرض. ممكن يكون عندك عمل دائم وبزنس على جنب، ممكن يكون عندك تخصصين، خطتين، أوكي؟ أو على الأقل عديت مرحلتين صعبين في هذا المجال. مرحلتين، المرحلة الأولى مثلا أنك تحصل على كذا، أنك مثلا تفتح المحل، تفتح البزنس نفسه. المرحلة الثانية أنك تستطيع أن تؤسس نفسك عن طريق أن تجذب الزبائن. المرحلة الثالثة، أحس هني برج الدلو وقفتك لما تنتهي على نهاية فعلا السنة هذه، هي وقفة شنو راح تكون خطوتي القادمة. العالم في يدك هني، 2 فوانز، الكرة الأرضية كلها في يد هذا الشخص وقاعد يتطلع، ما هي خطوتي القادمة؟ أوكي، إذا كان عندك شيئين في الحياة، شيئين، بزنسين، أوكي، شخصين حتى متعسرين عليك، ففي الفترة القادمة أخيرا راح كأنما طاقة الدب تثبت. الدب دائما لما يضرب على الأرض، يضرب على الجليد، يفتح بقوة الضاغطة، بقوة اللي تصدم. فهني نتكلم عن أنك تثبت هذين الغصنين وتطلع إلى المرحلة رقم 3. المرحلة رقم 3 تبتدي مع 2020، ترى هذا هو اللي ينتظرك، إن خلال الفترة القادمة إن شاء الله تصيدك هذه التغييرات المفاجئة الإيجابية، أوكي؟ وهذه الطاقة مو طاقة إحنا نحاول ندفعها، أوقات لما تكون صار في حياتنا أشي سلبي إحنا ندور عن الطاقة الإيجابية، أبداً. هذا النوع من الطاقة هي تطرق بابك. في أحد أيضاً تشوف هني، أحد يمكن أصغر منك سناً، ولكن رح ينبهك على شيء جداً مهم. أصغر منك سناً، أبعد عنك مسافة، من دولة ثانية، من ثقافة ثانية، ولكن طريقة في عمل الأمور عنده طريقة إبداعية، رح ينبهك، يغششك حتى شخص هني يغششك، يعطيك طريقة إن تقدر توصل فيها أسرع. دابة، طريقة، أسلوب توصل أسرع لمرادك، تحقق أسرع أمانيك. هذه ثالث كرت، ونسحب آخر كرت للحياة العملية هني من الأوراكل. أوكي، ناخذ الكرت أول واحد اللي انقلب. Sensitivity. You are becoming more sensitive and need to make changes accordingly. هني كنت أتكلم عن هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة مع نهاية السنة. شوف، مع نهاية السنة عزيزي برج الدلو محتاج تكون جدا دقيق في تهديفك. نعم بتيك طاقة تساعدك، بتيك طاقة تعطيك دفعة، بتيك مساعدات من كل جانب، ولكن لا تصير عشوائي في استخدام هذه الطاقة. هذه الرسالة بعد تقول لك مو شغلك ان انت تكون متواضع،
تخبي إنجازاتك، مو شغلك إن أنت تقلق على مشاعر الآخرين اللي ينجرحون لأن أنت أنجزت أفضل منهم، لأن شكلك أجمل منهم، لأن أموالك ابتدت تصير. حتى هني أشوف الأموال، لما تشوف السنسيتيفيتي، الأموال سهولة قدومها لك من أفضل منهم. هم يتعبون، هم يمرون بمرحلة عصيبة، هذولين الناس اللي كانوا يشوفونك أقل منهم أو أكثر كسلا على الأقل، يشوفونك أقل منهم في شيء. المهم محتاج تكون جدا واضح هني وجدا دقيق ان هذين مو شغلك. زين، لا مزيد من التعاطف، وايضا تختار بالضبط ما هي خطواتك القادمة. هذه رسالتك في الحياة العملية. خلينا نشوف الحين القراءة العاطفية بأسلوب المرايا. برج الدلو، من تحت عندنا ملك السيوف. انت اللي راح تكون لك اليد العليا في الحياة العاطفية في الفترة القادمة، اوكي؟ انت اللي راح تكون الشخص اللي calling the shots، اللي تأمر. ولكن هني عندنا في القراءة العاطفية في جانبين، لان هي قراءة مرايا، اختار الجانب اللي تحس انه ينطبق عليك اكثر. بسم الله. أربعة سيوف، ستة الأكواب، كرت العاشقين، برج الجوزاء. هذه الطاقة موجهة لك أنت من شخص، من شخص معين. أحس هني رجوع بعد غياب طويل، أوكي، أو تحسن، تحسن مفاجئ، مثل ما حتى في الحياة العملية عندنا هني شخص أهملك فترة طويلة، أو على قولتهم بالإنجليزي they took you for granted، أخذك أن أنت إنسان، أو فكر أن برج الدلو راح يكون موجود لما أنا أكون مستعد، لما أريد أني أرجع في حياتي راح يكون موجود برج الدلو. وين راح يروح؟ موجود، راح يظل متوفر هذا الشخص، ولكن أحس يمكن يدرك بالطريقة الصعبة أن أنت لا، مو متوفر، أنت مو سهل، أنت لست عملة سهلة، أنت من العملات الصعبة. أحس أنه راح يدركها بطريقة مؤلمة هذا الشخص، أوكي، لأن هي في ستة الأكواب يمكن في السابق متعود أن أنت شوف، للأمانة أحس هني أن في شخص كان وما زال يفكر أن أنت راح تظل موجود كخيار، على الأقل كخيار يستند عليه وقت الحاجة، وقت القلة. القلة أيضا لما نشوف أربعة سيوف، وقت القلة، اوكي. في شخص هني في فترة من الفترات ما كان مستعد يتكلم عن العلاقة، هو اللي انسحب، هو اللي اراد انه بسرعة يبيع العشرة، يبيع العلاقة، وما اراد انه يحارب، ما عنده طاقة المحاربة، عنده طاقة الاستسلام هني في اربعة السيوف، عنده طاقة انه خذلك، اختار الطريق السهل لانه ما اختار الطريق الصعب وقتها. فكرت العاشقين كأن هني يطلب فرصة جديدة، يطلب السماح، ولكن للأمانة وجود ستة الأكواب يبين لي أنه راح يكون طريقة تعامله معك مع العلاقة، نعم التعامل نفسه، خلي أكون صراحة، صار صادقة، أوكي. يعني إيه، هذا الكرت يتطلب منا الدقة، أبدا ما نقدر نفصل حتى لو كانت هذيك القراءة عملية. أسلوبه في التعامل ما راح يكون تغير كثير، تقريبا نفس الاسلوب، تقريبا نفس الشخص، ولكن بحلة جديدة. هني فكرة العاشقين برج الجوزاء يطالبك انت، مع انه هو اللي كان منسحب، يطالبك انت بالتزام اكثر جدية. هذه المرة قادم وحامل قلبه في يده، اوكي، ومستعد انه يعطيك اياه، مستعد انه يتبادل معك قلب بقلب، ولكن يريد كأنما نوع من الضمانات. دائما أحس أربعة السيوف كأنما كرت الشخص اللي يكون كرت الأمانات، الشخص اللي نعطيه مفتاح الخزنة، اللي نعطيه الأشياء الثمينة ومن ثم نذهب إلى مكان معين، عرفتوا؟ الخزانة. هذا شخص
رح يطلب منك ضمانات في المقابل، رح يطلب منك على الأقل أن توعده بأمور عشان يعطيك قلبه. ولكن الشيء الجيد أنه في هذه المرة في الطاقة القادمة، أول شيء تطوراتك في طاقتك وحياتك العملية خلته يحس بقيمتك أنت كشخص، خلته يشوفك بضوءك الحقيقي أن أنت مو إنسان سهل وأنت مو متوفر. هو يمكن رحل كان يفكر أنك راح تتكرر في حياته مرة ثانية، ما صار وما راح يصير. فالحين صار راجع مستعد يقدم لك. خلينا نشوف طاقة الجهة الثانية شنو تقول. سبعة الأغصان، في شخص ما راح يرفض، ما أشوفه رفض قاطع، ولكن شنو برج الدلو قاعد يقول لي صح أنت راجع. وأحس برج الدلو لا نشذب على بعض، أنت ما تحتاجني أقول لك، أنت عارف أن عرضه حقيقي، ولكن أحسك راح تختار بملء إرادتك أن أيضا تضعه تحت الاختبار، تصعب عليه الأمور، أوكي؟ لمجرد تصعيب الأمور، أنت عارف أنه هو حامل قلبه في يده، أوكي؟ عارف أنه ما رجع لك إلا لأن أدرك شيء في القلب، حاول يستبدلك في قلبه ما استطاع، ولكن أحس هني برج الدلو ما راح يسهل عليه أبدا، ما راح يسهل عليه عملية الرجوع، راح يحطه في اختبارات. وبعد الاختبارات امتحانات، وفي امتحانات عملية، في امتحانات نظرية، في امتحانات تخص المطالبات. سيستم، عندك سيستم برج الدلو، عندك سيستم بخصوص أو خطة كاملة محكمة بخصوص شنو راح أسوي لما يرجع هالشخص. وأيضا طاقة التارو قاعدة تشجعك، لو ما كان عندك ادخل في هاي الطاقة، طاقة اللي استعد إنه يعترف في أي لحظة، اعتراف وشيك، اوكي؟ وخل مطالباتك جاهزة، ورقة المطالبات، عشان يكون في شيء مثبت للرجعة هذه المرة، مثل المرساة. الهيرمت مع ملكة السيوف، كرت برج العذراء الناسك، اوكي، مع كرت ملكة السيوف. احس هني ان برج الدلو ترى قاعد يقول لك في امور، شوف انت من حقك تسأل الشريك عن خفايا واسباب تصرفه بالطريقة السابقة، من حقك تسأل لماذا رحت ولماذا رجعت، وشنو اللي حفزك ترجع، وشنو صادك أثناء افتراقنا، وشنو اللي خلاك تفكر فيني، شنو ذكرك فيني. هذا النوع من الطاقة من حقك، ولكن مو من مصلحتك. من مصلحتك إن تدخل أكثر في طاقة الثقة بالنفس، شنو صاد هالشخص اللي اختفى عنك فترة والحين راجع بعد غياب، وراجع على قولتهم شو يقولون، حامل أذيال الفشل معاه. تقدر تسأله، ولكن ما راح تستفيد، برستيجك راح يقل. أنا نشوف الملكة، الملكة دائما يهمها منظرها وصورتها وبرستيجها. نعم راح تحصل الجواب الصحيح لما سألته أو تسأله، هل تعرفت على شخص ثاني؟ هل تركتني بسبب شخص ثاني؟ هل كان في حياتك شخص ثاني؟ هل اللي كنت تدور عليه ما لقيته مع هذا الشخص عشان كذي رجعت لي؟ من حقك، ما حد يقدر ياخذ منك حقك، ولكن اذا كنت فعلا ترغب، لحد الان عندك رغبه جاده، فهذا هو الوقت ان ندفن الماضي مع بعض، ندفن الماضي حتى بدون ما نتكلم عنه. لان تشوف الملكه لما تكون في طاقتها وواثقه عليها من الانجاز نفسه، ما تسال الفرسان شلون انجزتوا، شلون حققتوا، ولمن كلمتوا، ومن رحتوا، ما تسال، ما عليها من التفاصيل، عليها من إنجاز المهمة بأي ثمن. دائما أقول طاقة الملكات في التارو فيها نوع من الأنانية والبرستيج
الاهتمام بالنفس، نفسي أهم من الآخرين، أوكي؟ فكأنما هني اختار معاركك وأسئلتك وتحقيقك حتى مع الشريك لما يرجع بدقة. خل ورا كل شيء يكون فيه سبب، وسبب جوهري، ما يكون سبب عشوائي وهو إشباع الكبرياء. الكبرياء ما راح يحسن وضعك مع هذا الشخص، لأن هذا الشخص أحسه راجع أوريدي عنده إحساس نوع من الفشل، أوكي؟ أوريدي يشوف نفسه كإنسان فاشل شوية، أو يشوف نفسه إنه هو معترف بغلطه. هذه الكلمة، معترف بغلطه. إذا هو أوريدي اعترف بغلطه، ليش ندقق على الغلط نفسه؟ عندك شوي من طاقة أخبرني لماذا وأين وليش هذا